بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا جميعا الصلاة والصيام والقيام. اللهم إنا نسألك التوفيق في الأمور كلها، اللهم ألهمنا السداد والرشاد في الرأي والتوفيق في العمل، ووفقنا لصيام هذه الأيام المباركات الباقيات ولقيام هذه الليالي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإدراك وموافقة ليلة القدر، وما ذلك على الله بعزيز. حيث مثلا عنوان المحاضرة الفاعلية، ليفيكاسيتي، الفاعلية. ديوث تمثالت إشبار بين حواجيتياك في حياتنا كمسلمين، أمش بنادم ذي لأفيكاس، أمش ذا شون شروط خطر يسهل وإذا غيلها باش نخدم لو دياغنوستيك، يعني نخدم تشخيص. ولكن المطلوب أن معوان أمش نفسي فراس باش الفاعلية يجين وطبقوها في حياتنا، ماشي ذيني وعرا ذيني سهلا. ولكن لا يفيد الروت، ممكن نقترحها بيناتنا ونتشاور عليها، وربي يدوى أمرهم شورى بينهم. المحاضرة فيها في الحقيقة ثلاث نقاط. النقطة الأولى بيان الأهمية، أهمية الفاعلية. النقطة الثانية تشخيص، وبعدين النقطة الثالثة رسم خطة عمل، بلان داكسيون، خطة عمل، فيد روت، ورقة الطريق. ثلاث نقاط باختصار. النقطة الأولى أد المسلاي في أهمية الفاعلية. أولا ما معنى الفاعلية؟ الفاعلية معناها ربط منطق العمل بمنطق الفكرة. المعنى يس أتلي الفكرة إلى قد فن الثمرة لدي بعد دفن لي فروي شغلة من نظام التجارة إلى أندس الغلة ذي المحاليون ذي الزول ذي الزمور ما مصدف كار الزمور مصدف كار الزمور صفي خينا وهو في عارة وين نظام ثزدايث يتراجو أسدف كتمر ماشي تزورين ماشي تفخسيسين ماشي لازمور إلى قد دفك تسمر وذغى مدفكارك ما ينفعش يزا يعتسف الفايدة ولاش أفلاح يزرع يشرز ولاش التفضيون يخدم من بروجي مشروع استثماري مليح يعتسف لكونسلتاسيون لزيكسبير وكذا الحسابات لكونتابل لزيتود لرشارش يروح البروجيني ذي ولاش أتفض سمحتي يون إن شاء الله نسير بحربك وراش النهار مرة يهجاني الباك مليح نغض الباك باسكو ذيو ليكزاما شغل ذيزم يغرى يعاتسف يعاوز من بعد فقد ريزولتا ولاش في كذاكيا كل نتائج لي ريزولتا في كذاكي أراغدي في كنن أهل ترى ثلال فاعليا ولاش الفاعلية، هل هناك فاعلية ولا ما كانش فاعلية. إذن المعنى الفاعلية ربط منطق العمل بمنطق الفكرة. بالقرآن الكريم آيات كثيرة كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، خسر الإنسان أذي الخسارة ثم قرآن بعد ربي خدم الإكسبسيون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذا شو الاستثناء يخدم وقذ يمن وخذما الصلاح معناتها حققوا الفاعلية ومن الخذما يزمر أذمن ورخذما أماكن كدنا غيون واسلكم كان أجي أتفض يوم ذين سلم مي ثزلث ولاش رمضان ولاش العشر ولاش ولاش والو أمشي ذين سلم وسنتكسر صفة الإسلام مي تخص الفاعلية يخص الفعل يخص الكونكري يخص الجانب التطبيقي الجانب العملي. لذلك ربنا دوى العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
ثورة الفاعلية إذن مهمة أي غير مهمة سعى القيمة يشوزر ثنا خطر تكد فوز تكد الراحة نحمل الوالي كونكرا يا كوك ولا شو نحمل راه تصوز الراويش ديك خام مالي لو خدمنا راه شغل نسن دراويش مي القيمة نسن تنقص أي غير يونس يسن تحمل أكثر بس الفايليس أنعم يربح ربي ضعيف شي ضعيك يما سي ضعيز سوى أنعم يربح بلك ساد وايض ذا شتكي وين ديوسان دي شتكي فلاس ذي الخدمة شتكيان فلاس ذي المجتمع شتكيان فلاس ما إلا غيساثم طوثي ظولان شتكيان فلاس إيش بيا ربي ذميك وتنكر دارا ذميك مي وكيس فرحانا ذميك يبويك دور فان يبويك دي غفلان مي من كل يدوني ثنال من سعدي ذي المجتمع أنوالي ذي سلمان الحومة نغز دي ثارا ولاش ولا ديني نقرز أي غرز دي ثارا أي غران الحوذ كفردان مين تشاغيش قرا تشينا تتقرا قشرا سي طاق سي تان بروبلام اي غا ديال الحيون الكوفريد ديال لوتوروت غاس لي لونكومبرمون هادي سرحيت كاسيتا فو هادي غني نورمال اصلا تقضى كي نقلي طومبيليو انت جيني يدو يديرونجي الغاشي مي نورمال اصلا تقض فلاس تروي فلاك اي غرض في مغاري ولا نتايا قريب بار رمضان تزر ما نزر اغطف النصاره المد الخمسان صباح نورمال وك الزمان غادي ينطق قليل لا لو غادي ينطق لا ولكن الكثره دينا والزميرنا راه لا يستطيعون خطر سنتقض في يغال ذي الكيره هذي يغال ذا غنزو هذي يغال شو حسيفين صافي لا بروبليم يروح أول زغيون يروح لكندا هذا الدرس بيسمحتي يسد يولينا كيبود يبود ميس 13 سنة إذا عمرس طرزو ما تقول سيعدان إنا يك بضل الوحدة ما زال تظل الديسك جو كنا يجبذ هذا رأى قشيش طرزو 13 سنة إنا يسبب فان أي غركة ورش لابوليس أي غركة خطر دي الناس ذلك الفاكة تصدروا ذلك خذما أين من الزمن لونكات سعن سيفيزم وسعينا رسورة البقرة ولا رمضان ولا الحج ولا العمرة سعينا رشوالك سعينا الدروس وسعينا الجوامع يعني الحضان دروس مثال السيفيزم يكون يا إيغر نورمال مو تسيف نارا نورمال مو ما نخدم شوية لوجيك مو تسيف نارا مي إفنغ مليح ماشي شوية ضغطاس أو قذي عاوزن أشكن أربع ساعة تصدقس أطفى كاميون ظهر شو قذرون لكسيدة كفردان سبا دعاواز سبا كسبا وين إسهران وين يفغانا ذي سافر أوري زميرا ذي سافر وين يفغانا ذي غار أوري زميرا ذي غار أموضين أوري زميرا ذي الطص أم غارة كذبو قردة مشطوح أوري زميرا الطصن أكا خطر قلق في بلد مستقل أخين المجاهدين بند الاستقلال باش نعيش حر يثمر ثنغ يرنا الفرحة سوفارس سي بورسا أن خدم الرأي النغ شبي ربي نتمحن نتمرمد ولا رب خير ولا رب خير نتوحش صافي ولاش الإفكاسيتي ذلهم صافي ما نروح أرثي نتمغريوين وكذا قدر نحزن ما نروح أرثي نتزدي قلق نحزن ما نروح سين النظام الأداء الدعوي النغل الأداء الدعوي غلط غلط والسنقين محاضرتك برسكي حذمك للدبو فير توجور لا كيستيون ثلا توجور لا كيستيون ثلا هل يجوز أن سفر زكاة الفطر ذي ذريما إلى عنيث نيثي دشار الديني أقلي شورك كنا إني فيد كان شارع دينير لناد بلي يجوز أولي فانت السفر السميد ذورا يجوز ويلي فانت السفر ذي ذري من يجوز يهوه يهوه نيه وانشتا ذاين
بلا ما نهضر في لي زارغومون ولي زافونتاج نقيم في ستريكت مينيموم خاطر ما نزمر نناقش يا ولا نناقش مول الزمير مقارن مسلمتك يواضين اسمح لي اغني غران شحال اللي فردانيك ساعه ازمر ستاد ديال السياسه ازمر دستور ديال السياسه قال هو سيف سيهين اي تدر ثاني ازمر تصي فردان تصي سيفوغني عند الدوسي تصوض لاني فردانيك ساون ساوني غران اش انا يون اما يفرد يون السيجنال اسيني والي يون بوفري ديك تساوين ساوني غران سونس اونيك أسينك يا ضرب أك يا ضرب بورسين دار في مورث استقسي وقال لي إن الزاغ أنت مورث أهدين اللاني فردان بالك رفع بالك خمسة بالك ستة الله أعلم شيني دكان سنغيون أكيني غافرين سيفا ذي سم سنغيون أدينا سنغيون مي أدي سيوني سنخيري أدينا شحال فردان سيفا ذي سم غفوا الدون وقال لك فردان كان مي غادي الشرع على لن سر الغشير الطيق لماذا؟ تقولي في كاسيتي تقولي من دم بض هاثن وغفل إنسايش تقولي يعني أنا ثمسة تقولي ثورة وقي قرنص ديجنوستيك تشخيص ثورة تروزيان بوان أنروح الحلول لي روميد لوردونونس إذا قل لوردونونس خطر الطبيب غادي يخدم الكونسلتاسيا أديني تهلكم وغدي تكرا لوردونونس سيني ذكر الله كان الوقت في كارد لوردونونس نروح سفر مسيا ادناوي دواوي دغا تفري واحد ثورا نقيم دي دواوي ادفكر خيرا كان لي روميد خيرا لي زوردونونس في بعض المجالات الزويرة في مجال العبادات الف مجال العبادات العبادات يعني هي كاين نخدم تصلي في رمضان العاشور الحج وكذاكي نرويت مليح بكل صراحة مليح تفتح مثال فصليت ربي ند إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وين غدي خلقني غدينا السؤال تروح اسكو فصليت تنهى عن الفحشاء والمنكر في حياتنا لا الغاشي الحاشا لا المؤمنين لا المؤمنات الخير الفح الحمد لله ونكرر الخير لا الخير ماذا غير لا وطان إلا الهلك ذا مقران المجال الثاني اللي هو مجال العمل خدمة بشكل عام ذي الإدارة ذي البناء والعمران ذي كل مجال إذا غي يشبع ربي نخص أطاس نخص أطاس ربي ندو قول يعملوا عند دوس الآيات سورة التوبة رقم الآية 105 أدروات وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ويند النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ربي حمل وين يخذ من الخدمة يقرز وقرز قبيلة غير شغل يتقلع ذبابيس إخوة يدخل من دماسوس سجم الحيضي يا غرس تعوض دخل من البنتور سجم البنتور إيه دايا سجم يعني يخدم البنتور مليح دايا فكرتني عدد دي سدام بروبلام يون يخدم البنتور يون نغن مخنشاون بغون جستيس زام داشون غالا جام ربي جاوبو كنون يخدم أخامي تشورد تيبور الله يبارك تشورد الضياق الضواق البنتوري الحيض مي بغر الطاق وثي بنتوري أرى ذا الفيد يبغى في بورتين سي بانتوريارا ذا بخان اكساس ثلاثي بورا كذا البانتر مني يحسب استنت الناس واحد 9 متر في سيرنا شغل اي بانتوري سنت ويني ناس وث بانتوري دار الفيد الفيدينا بانتوري ذا الحيض ايش خلصا كان الحيض ذا بانتوري ني ما نيغوسيو سي نار نيغوسي مي مي اي نيغوسيو سي نار دنام ذا بخامه سي قارن نو تحسب ضيد الفيد اي ناس بانتوريت ديال مخي هذا غان بعد زرم لا سويت من بعد فلوس نحقاو فغير الحل سيون اسكو غادي يحسب الفيد ني
دونك يحتبالها واللي حسبيت والله في حسبالها مخلف فضل ماشي نيغوسياسيون طوب يلا سفيجال العمل وثلاثة رمضان غالي اللي قرزن عطاس بالك ذي ولد لي فيكتين أذي روح أدي خميس شركة هذا كيني أرجع دير رمضان لماذا أرجع دير رمضان؟ يخي الزمان غير الشركة ما تخدم لماذا أرجع دير رمضان؟ خيم كودي نسلم نورمالمون أنا غير التاريخ نسلم كل شيء خي تهضر تهضر نقارن غزوة بدر تهضر في رمضان كذا إلى آخره الإنجازات الفتوحات الصحابة أدنو غاسي فلاحنا كي فلاحن لا 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 مقرن أذمقرن إي طج دا رمضان ذي مسوقا نورمال سوى ونوي يغلف الله غالب وريزميرا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر مع نسى لي ريفيرونس نسى القدوات أما ذي الصحابة عليهم الرضوان السلف الصالح أما ذي فلاحنا الصالحين ما يغير ممكن لا الفيرا ماشي ياك توجور تقراوكي ماشي جوجمون جلوبال تقرا كان ندير له وطال لماذا نؤجل اعمالنا الى ما بعد رمضان لماذا هناك اشكال كبير في غال ضطا نشم داخل نكون الجامعه قريب خريب لا كارفيش نتواغف اش قار لي زيكزاما ونزميرالا اسمي ولا ما نروح نروح سبتمبر وغنقفل لي 30 ضربي قفل نخدم لي زيكزاما في رمضان ويا من طف حالات الغش شفت واحد 50 كي 6 ديال لي ستوديو ان هل يجوز الغش في رمضان لي غاس الغش لا يجوز لا في رمضان ولا في شعبان ذا شو ديال رمضان يساعد نوف اكثر وما الغش لا يجوز عادي كل شيء يغال قلمون سيضر وكيما جا العمل إذن العمل متفقين بلي غير متقن العمل غير متقن وفضلا عن ان عن التأجيل يعني هناك مرض التأجيل تسويف هناك مرض عدم الإتقان وأمراض أخرى عندها علاقة بموضوع العمل إذن مجال العبادة مجال العمل المجال الثالث مجال التعليم التحصيل مجال التحصيل العلمي أي غير وقاعد ننزيه وقاعد ننزيه أكيني سيرتيفيكا سيرتيفيكا يا ما يغير استعرف تقدر تعرف إني خليل أحمد الفراهيدي خليل بن أحمد الفراهيدي ما يهضر قبايليث الله يبارك فيك قبايليث ملي عفاق قرانت ما يهضر ستروميث فولتير سميث نسلم ثنا لونسيان ايكول شوفوا كنت غير نصفرح نشطح أكون أوي غير يوم مقارا الإمام السيوطي الإمام السيوطي جي ودين كتاب من كتبه بو إسعى 300 كتابة صافي ديجا في كيرون ديكلاري الإتقان إسعى 300 كتاب إدريجا ذلريتاج الإمام جلال الدين السيوطي نعم الشيخ كتاب تفسير جلالي زيدوا كتاب أسباب النزول بارك الله فيك زيدوا مازال 298 موث انت دني مرة الشربة ذاكي ذي أو دمقار 50 يسعى كتاب الإتقان في علم القرآن جلال الدين السيوطي من مين موث 911 للهجرة 911 للهجرة يقموث أسمي دي حوج يبغسى من زمزم يسوى من يزرع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له غير بروفيتي إذا ربي إني صاربي أرزقني رتبة كرتبة البلقين في الفقه ورتبة كرتبة الحافظ ابن حجر العسقلاني في الحديث ربي قبل نعم الإمام جلال الدين السيوطي من العقول الكبرى في الدنيا
في الدنيا عقل كبير. إيجاد 300 كتاب، هذا العدد متفق عليه، والزيادة فيه اختلاف، مي في كيغاوند المتفق عليه. إناس ربي رزقي الرتبة الكراد المقام الإمام البولقيني، البولقيني كما هذا عند الفقه حاجة كبيرة، يسعى عقل قوي جدا في الفقه، يستوعب مسائل الخلاف بشكل منقطع النظر، واحد، ويستحضر الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة بشكل عجيب. وين يبان جوجل؟ وين يبان الأورديناتور؟ وين يبان؟ وقال الإمام البولقيني إن يسار بفكي اللغنغ المرتبة ذي الفقه ما كنت في كذي وجه البولقيني، ذي الحديث إن يسار برزقي رتبة الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، فتح الباري وصاحب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، إن يسفي الحديث خطر تفلح فيس ذي الحديث. هات سنيفيكاسيتي ديال القرايه، ليفيكاسيتي ديال القرايه، ازمر الدين يا من سامل الواس ديني غلا اشيني غلا الامام الامدي صاحب الاحكام، الاحكام في اصول الاحكام، الا الجصاص في اصول الفقه، الا الجويني في اصول الفقه صاحب الورقات، إلا القرافي صاحب الفروق إمام القرافي المالكي، إلا فلان فلان، الشاطبي ربي يرضى عليه ويرضى على الجميع صاحب الموافقات، إفكار ديون دوا أثن دي لاباج 64 ألا ما 69 أربعة كات باج من الصفحة 64 إلى الصفحة 69 من كتابه الموافقات في أصول الشريعة، يهضر في الاجتهاد يقرا باش المخاد يلحو قد يخدم يفكاد تروى رماد دخل إليك باش المخ يخدم مليح إلا قد يستنى تستخدمه كرا لي موفمون سواء دي سبور لانت لي موفمون لي تكنيك أن تخدمه باش كل يوم شوية شوية حوايج سبورتيف يهديني المونيتورني يهديني باش نخدم مي موقف كيف انت دير التكنيك انت يدي الصفحة 64 الصفحة 69 هنا كتخدم تخريج المناط تنقيح المناط تحقيق المناط ثلاثة كي حوايج اكزاك ثلاثة سوايع ما تقبل ما تشرحها كل يوم تلقى الساعة سيدي التكنيك باش المخ غادي يخدم واش هادي يعني المخ غادي يخدم خطر لا تكنولوجي ثرنايا غا لا تكنولوجي فلاش ديسك ديسك دور الانترنت ثرنايا تهدى مليح باش ننسى تنسى الخطيئة ننسى تنسى ملاح نكوني ونسينا تنستخدم وغالب نتسخلناك نتسخل فلاش ديسك نتسخل نتجاد ديسك دور ننصح يغدي فيك ربي نوغال نزمع ديس ماشيت صافي صباحا من ميلول من ميموث الإمام الشاطبي يموث 790 للهجرة يموث صاحب الموافقة يفكر الدواوي فرق لغة 1438 شحال قرن يعزل يفكر الدواوي الحوش الدواوي وكنت يفكر الدواوي يضاك ذنقارو أتروح من الكتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل أبو غدا يفذر غداك أتصل العقول أغدي يمل الله في دروت أمشي أرى نخدم باش أنا أوض ألف غير نخ ثم هذه الضواء وقال لي كذا ذا باش ينغ أكيد وغيون نعين الحمام الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي يا أخي وقال قبيل ندا ميس نتموث نتسى القرار ديك سام القرار دي بوجا ذاك داك سجل لي سس قرن جدي من قلات سجل لك
المقيلة في لقص ربي لقي روح حسن الشلن سقال جدي من قلات مين وقي جدي من قلات انت صح مين قند فعلي دي يحفظ موطى الإمام مالك كومبلين كومبلين موطى الإمام مالك أكوكوك كتاب الذخيرة ذيك 5836 طاج قرويس ديسك ديور مختصر الفقه خليل ذي ألاف المسائل يحفظي ذي ثلاث شهور في النص تروى مويدمي زمن قياسي صافي لاباس معناتها نسعى لي ممكن يلاقي نسعى ذي معمرين نسعى ثم مشايخ وكذا ذي زي ثرى إلى فريمون اون ريفيزيون رابيد افيكاس مراجعة سريعة وفاعلة الخاتمة هاد نقول على العبادة عبادة ربي نزل ثقل نزل إني شو خدم ثلاثة ندير الخدمة هذا ما كان أي أنت خير المضرة المينيموم مصدر يلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ذيك المجال للعمل أمرنا بالعمل نعمل يا ناس أزمرة النغى ربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وباش يوم القيامة غديني ونعم أجر العاملين وفي آية أخرى ف نعم أجر العاملين ذات الواو ذات الفاء وتغاث فرا وحس هذا مكان هذه هو الخدمة تقرد شوية شوية ومن بعد ربي سبحانه غيطفى فوس أشو دينا ربي سورة الرعد الآية 11 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والسلام عليكم ورحمة الله.